طريقة نخلي البيض يفكر. طولنا عليها احنا ازاحة البيض. البيض ممنوع ينزاح، ممنوع يتحرك، لازم زي ما بتبيضه كيما بتحطه. بس انا تأخرت عليها شوي. في مي هان، الشفرة دي عزيز كيف نجيب؟ وينها؟ كيف نجيب؟ بس نسطح وسكين بالشفرة هيك. واحد مش بس نكيم البيض. بس ممنوع البيض يتحرك. وعي أنا يدي، أنا مش فار. روح لهاد، روح لهاد. نكيم البيض زي ما هو. ممنوع البيض ينحط إلا زي ما هو، زي ما بضطه. ها بالطريقة هاي. البيض يا كينج، لازم نحط البيض زي ما هو، ممنوع تكلبه. اذا كلبته مفكسش. بدي مسكر عليها ولازم نحط في خزانة عتمة، ممنوع يشوف الضوء. انا تأخرت عليهم يومين، ان شاء الله بستمر. عالية كينج، عفوا يا سيدي. هاكي خلاص قلت لازم نحطه في خزانة عتمة بدون ما اشوف الضوء. هذا